ما حكم تعلم علامات النجوم ومحلاتها؟ تعلم حساب النجوم لأجل الحساب فقط لا بأس، معرفة الفصول وأوقات الزراعة وأوقات البذور وأوقات الحر وأوقات البرد، هذا لا بأس به، هذا الحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول، وهذا يسمى علم التسيير، تعلم حساب الشمس والقمر والفصول والنجوم، هذا علم التسيير مباح. أما علم التأثير هذا هو المحرم، أن النجوم تأثر وأن الشمس والقمر تأثر في الكون، هذا علم التأثير، هذا هو الشرك. نعم.